Today, the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people. طوالت ردود الفعل داخل الساحة السياسية الأمريكية على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض الصادر منذ نحو 50 عاماً، بين ترحيب في صفوف الجمهوريين وتنديد وسط الديمقراطيين. فما خلفيات هذا القرار؟ وكيف كانت ردة فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن على هذا القرار؟ يقلقني كثيراً أننا سنقرر بعد 50 عاماً أن المرأة ليس لها الحق في الاختيار. انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية، مشيراً إلى أن صحة وحياة النساء في بلاده أصبحت الآن في خطر، وأضاف في خطاب في البيت الأبيض بعد صدور الحكم أنه يوم حزين للمحكمة وللبلاد. في المقابل، وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حق الإجهاض بأنه أكبر انتصار للحياة. في حين أكد وزير العدل الأمريكي بعد الحكم أن الوزارة ستستخدم كل الوسائل التي تحت تصرفها لحماية الحرية الإنجابية، وأن الوكالة الاتحادية قد تستمر في تقديم خدمات الصحة الإنجابية إلى أقصى حد يسمح به القانون الاتحادي. وقد تفاعلت شخصيات عامة من مختلف الأطياف السياسية مع قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء هذا الحق التاريخي الصادر عام 1973 الذي اعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض. أما دولياً، اعتبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن إلغاء الحق في الإجهاض الذي قررته المحكمة الأمريكية العليا يشكل ضربة موجعة لحقوق النساء.